السلام عليكم. معلومه برك للناس اللي تتعلم، كي يكون عندك طوموبيل فيها كاب تاع الاكسيليراتور هكذا كيما نشوفوا، تسمى كاب الاكسيليراتور، نقولوا انجيكسيون خلينا ماشي كاربيراتور، كاب تاع الاكسيليراتور، ومن بعد يخرج لك في السكانر ديفو تاع كابتور دو بوزيسيون تاع البابيون. انا طرح سؤال وين جاي، تلقى لاكس رايح هكذايا، ومن بعد وين يروح؟ يروح للكابتور هذا. الكابتور هذايا فيه دوك نديمونطي ونوري لكم، راني ديمونطيتو، هاوليك كيفاش يجي، يجي عفسه هكذايا تلصق مع هادية، هاديك فلاكسيونر، هذا هو لاكسيونر، هذا اكسيونر ميكانيكي، تاكسيونه بالرجل تاع الكونديكتور، هاذيك ان كابل، الكابل كي تاكسيونيه واش يدير؟ يزغد هادية، شتو راك تزغد؟ كي تزغد هاديك بدورة، زغد هذا، يعرف لا بوزيسيون تاع البابيون تاعك وين رايح، كي يعرف لا بوزيسيون تاع البابيون، هاد لانفورماسيون بيان سير تروح للكالكيلاتور، الكالكيلاتور بدورو يعرف شحال يمد لك ليسونس. إن شاء الله تكون المعلومة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، نزيد لكم معلومة برك الطريقة تاع المونتاج تاع الكابتور اللي هضرت عليه في الفيديو اللي فات. بزاف ناس تغلط فيه، وكان زعما أنت واش دير؟ أوتوماتيكمون تحوس على بلاصة البورونات، هاي ديك تحط بلاصة البورونات، بدا تفرسي هنايا، بدا تفرسي، يجيك. يجيك وجا بصح انت غير طاكسي تحصل لابيدال بلوكات، شغل ما جاش في بلاصتو تقدر حتى تكسرو، بصح هو الطريقه تاع المونتاج تاعو. شوف هنا كيفاش جا، جا من الفوق، شتو كيفاش جا، جات مونطا بلاصتو بصح جا من الفوق، ماهوش حياكسيوني لي هذا، تسمى مام الا ما تكسرش حدير بان لروحك، ومن بعد تولي طاكسي طوموبيل دخان كحل بور 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 بور، تولي تحوس على حاجات اخرى، وانت تالي درت لابان لروحك. تسمى انتبه واش دير، دور هكذايا، دور الجهه التحتانيه، مونطي شغل فليت ساع، ومن بعد هنايا تدور وتحطو في بلاصتو، هادي هي شغل ساهله مالها، هاش عندك هذا لازم يجي تحت هذا، هذايا، هذايا لازم يجي تحت هذا، ما يجيش فوقو، بصح لو كانت مونطي ديريكت هو راح يجيك فوقو، قاعد دير بان لروحك، ها يجي عادي، جي بورونات بلاصتو، يتنغلق، عادي عادي ها، بصح لو كان جي تاكسيليري شوف معايا واش يصرا، شوف. اكسيليري بصح يخرج من بلاصتو كي تعاود تولي، تقول واش درت؟ هاكا حتى تقدر تكسر الكابتور تاعك، وتقدر مام تاكسيليري وهذا ما يتاكسيوناش، تسمى دير مشكل لروحك. الطريقة تاعو قلنا هاي ليك، هاديك تجي لتحتها، تا واش دير؟ عوجو لتحت، دير لي تساعد روحك هكذا، ومن بعد عاود ردو لبلاصتو في البورونات ومونطيه، وإن شاء الله تكون المعلومة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.